يقول أحسن الله إليكم، ما رأي سماحتكم في من يخرجون في هذا الزمن لأجل صيد الطيور ويضعون الشباك والشراك فيقع فيها ما يريدون وما لا يريدون مما لا يؤكل، وربما تأخروا في ترك الشباك ثم أتوا إليها وقد ماتت تلك الطيور التي لا يريدونها، فما توجيهكم؟ لا شك أن هذا منكر ويخشى عليهم دخول النار، والنبي ذكر أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. لما يصطاد الواحد صيدا لا يؤكل ينحبس حتى يموت في هذه الشباك، وهم من الأمم التي خلقها الله جل وعلا وهي تسبح لله بما لا نفقه، هذا عمل لا يصح. يجب على من وضع شراكا أن يتعاهده بالمبادرة حتى لا يموت في شراكه ما لا يريد.